كابتن شوبير ما زهقتش من خناقات والمشاكل؟ ازهق ليه؟ ده شغل. قلت لك انت بوشين ما صدقتنيش. اللي انا قلته ده انا مصمم عليه. 2019 كنت بتهاجم هاني ابو ريده، دلوقتي حبايب وصحاب. الظروف بتتغير، الاحداث بتتغير. مين يصلح لمنصب اتحاد الكوره؟ والله ما الاقي حاجه يا جامد. اهم حاجه المستقبل. طب في الدايره دي كتير. والله العظيم انا بقول لك الحقيقه. بلاشادي محمد، بلاشادي يا حسني، اتكلمنا على رجاله محترمين يا اخي. هل ده اعلام؟ وانا هطلع كل يوم. اه يا واد يا تقيل، اه يا واد يا جميل يا مجنني. انت وقفت معايا يا كابتن شوبير، وحياه ربنا يا شيخ لتجاوبني بحق الله. انا مش هترشح في انتخابات اتحاد الكره القادمه. انت ما كنتش حيل. لو كنت نسيته انا بفكر. مرحبا رمضان. العرافه مع بسمه وهبه، الليله السادسه مساء. رمضان أحلى على النهار.